بيضاء استعداد الانطلاقة. فتحت البوابات على بركة الله في سادس أشواط هذه الأمسية بجزء الأول، وقيمة الجائزة 40,000 ريال إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح عمر 3 سنوات على مسافة 1800 متر. يبدأ الانطلاقة بانطلاقة بطيئة عبر صمودي في المركز الأول، وكذلك بجواره مصفوط مع أحمد الشرار يتقاسمون الصدارة، مع التوحيد أيضا في المرتبة الثالثة، وصاحب الفخامة في المرتبة الرابعة، ولواذ بالشعار الأحمر يتمركز خامسا وسادسا. هنا يبدأ صمودي في المركز الأول مع أليكسيس مورينيو عبر المسار الداخلي، وكذلك أشاهد الآن مصفوط في المرتبة الثانية، وبقية الأسماء في حالة انتظار على أمل بتسجيل الانتصارات في سجلها السباقي. تبدأ أو يبدأ لواذ عبر المسار الخارجي بالشعار الأحمر، بينما الأمار أيضا يتقدم في المرتبة الرابعة، شعار خالد العضياني مع إيدي كاسرو، وكذلك مصفوط مع أحمد الشرار في المرتبة الأولى من المسار الداخلي مشاهدين الكرام. وكذلك التوحيدي يتقدم مع عبد الله الفيروز في المرتبة الأولى، يتقدم التوحيدي مع أيضا أشاهد الأمار مع بداية 400 متر الأخيرة. يبدأ لواذ عبر المسار الخارجي، والله جاكم ساس الطيب عبر المسار الخارجي، يتقدم مع عبد الله الراشد بقوة إلى المركز الأول. ساس الطيب يتقدم بقوة بدخول مميز، الطيب فيك يا ساس الطيب، يتقدم بقوة بشعار عبد الله تخيم إلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله. والمرتبة الثانية لصمودي وكذلك